فاطمة أحمد شاكر الشهيرة بشادية توفيت، حيث شيع المئات من محبي الفنانة الراحلة شادية جثمانها إلى مثواه الأخير من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. كما نرى تشيع الجثمان جاء بعد أن أقيمت عليه صلاة الجنازة، والتي شهدت حضورا مكثفا من الفنانين وشخصية عامة ومواطنين من بينهم وزير الثقافة حلمي النمنم. وتنضم إلينا مباشرة مراسلة أون لايف نسمة الشافعي. نسمة، يعني أود أن أتعرف على أجواء تشيع جثمان الفنانة الراحلة شادية. أهلا حساني، بالفعل نتواجد بمقابر عائلة الفنانة شادية بمنطقة البساتين، حيث تم يعني عقب صلاة الظهر تم صلاة الجنازة على الفنانة القديرة شادية، والتي توفيت عن عمر ناهز 86 عاما. وقد أصيبت الفنانة منذ فترة بجلطة دماغية، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولكن في الفترة أو الأيام الماضية تدهورت حالتها حتى توفيت. قد قيم عليها الصلاة في مسجد السيدة النفيسة، ثم تم توصيلها إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة كما ذكرت في منطقة البساتين. يعني ليس الشخصيات العامة أو الفنانين فقط الذين جاءوا، ولكن مئات يعني محبي نعم. عفوا محبي الفنانة القديرة شادية ليودعوها إلى مثواها الأخير. أبرز الحضور وزير الثقافة، الكاتب الصحفي حلمي النمنم، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ياسمين الخيام، الفنانة بشرى، يعني عدد لا بأس منه من الفنانين الذين جاءوا ليودعوا الفنانة القديرة التي لها مشوار طويل وباع طويل في السينما المصرية. أيضا يعني إذا تحدثنا عن لمحة عن الفنانة شادية، ف يعني الفنانة اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال، ووالدها يعمل مهندس، ووالدتها لها أصل يعني لها أصول تركية، ولها شقيقة واحدة قد دخلت في عالم التمثيل ولكن لم تستمر طويلا. الفنانة قد يعني أثرت طوال مشوارها الفني في السينما المصرية، عدد الأفلام ما يقرب من 112 فيلما و10 مسلسلات إذاعية وأيضا مسرحية واحدة وهي ريا وسكينة. يعني أبرز أعمالها هي المرأة المجهولة، أنت حبيبي، مراتي مدير عام، هذه هي أبرز الأفلام في أفلامها في السينما المصرية. أيضا أبرز المسلسلات الإذاعية جفة الدموع، سنة أولى حب، الشك يا حبيبي. أيضا لها باع طويل في مجال الأغنية المصرية، يعني قد عملت عدد كبير من الأغاني الوطنية والتي ما زالت تستخدم حتى الآن في المناسبات الوطنية. أبرز هذه الأغاني حبيبتي يا مصر، ادخلوها امنين، يا سارق من عيني النوم. نعم يعني نعم حساني نسمة، يعني ارى يعني حقيقه كما تحدثت هناك وجوه من المواطنين البسطاء متواجدين في مقابر البساتين يعني لكي يعزوا الفنانه الراحله شاديه، يبدو ذلك من خلال اقامه سرادق للعزاء في المقابر. نعم نعم حساني، بالفعل يعني يوجد عدد كبير من المواطنين جاءوا وراء الجثمان لتدفن في هذه المقابر من مسجد السيدة نفيسة إلى هنا لتوديع الفنانة القديرة شادية. يعني رغم أنها اعتزلت الأضواء منذ فترة طويلة، إلا أن محبيها ما زالوا يعني يحبوها، ما زالوا يقدروا مشوارها الفني الطويل، وليست فقط على الوسط الفني ولكن على مستوى الجماهير. فهي فنانة يعني من أبرز نجمات السينما المصرية، ولها باع طويل ومشوار طويل في السينما المصرية، لها جمهور من مصر ومن الدول العربية. هل نسمة وأنت متواجدة يعني هناك في مقابر البساتين حيث وري جثمان الفنانة الراحلة، يعني هناك توقعات بأن يستمر هذا السرادق وهؤلاء المواطنين إلى فترة معينة، أم أنه أيضا سوف ينتهي في فترة وبالتالي سوف يقام يعني استقبال العزاء في مكان آخر؟
يعني بالتأكيد سيستمر لبعض يعني بضع مثلا بضع ساعات وقت قليل يعني للعائلة أو عائلة الفنانة يتواجدوا هنا ليأخذوا العزاء، ولكن بالطبع سيوجد عزاء في المساء أو مساء الغد حساني. طب هل هناك، دعني أن أقول أيضا نعم، أن الفنانة القديرة قد كرمت أيضا منذ أسبوع تقريبا من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 39، قد تم إهداها هذه الدورة لتقديرا لمشوارها الفني، أيضا في لمسة إنسانية قد زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيدة انتصار السيسي في المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية. بالطبع يوجد حالة من الحزن كبيرة وأضجت يعني أثارت خبر وفاتها أمس ضجة في على مواقع التواصل الاجتماعي لفقدان الفنانة القديرة شادية. يعني أيضا حينما كانت في المستشفى كان الجميع يطمئن عليها يتمنوا لها السلامة والخروج، ولكن أيضا كل الكلمات متوجهة نحو أنها فارقت في بجسدها، ولكن ما زالت أعمالها، ما زال روحها موجود من خلال أعمالها السينمائية أو الغنائية. هنا بالإضافة يعني نسمة إلى وجود هؤلاء المواطنين البسطاء الذين رافقوا هذا الجثمان وإلى الآن متواجدين، ويبدو أن عددهم كبير حقيقة كما نرى في هذه المشاهد المباشرة. يعني بالإضافة أيضا إلى وزير الثقافة حلمي النمنم و الفنانين أيضا، هل هناك كتاب أو نقاد فنيين دائما كانوا يكتبون عن الفنانة شادية متواجدين في هذه الجنازة أو عند المقابر؟ يعني بالتأكيد جاء عدد كبير من الكتاب والنقاد، ولكن لم يسمح لنا الدخول في المسجد فلم أرى عدد الكبير، لكن المقابر كما ترى المكان صغير لا يسمح بتوافد العديد من المواطنين، ولكن سنرى بالتأكيد عدد كبير من الفنانين ومن محبي الفنانة القديرة شادية في عزائها. إذا دعيني أشكرك على التفاصيل، مراسلة أون لايف نسمة الشعفي كنت معي مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا.